السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. بعد تواصل مع ناس كتير قوي من يوتيوب ومع ناس كتير مش من يوتيوب نفسه، يعني ناس كانت شغالة في يوتيوب مع ناس يوتيوبرز كبار يعرفوا ناس في يوتيوب ويتواصلوا مع ناس في يوتيوب دايما، تواصلت مع الناس دي وقالوا لي ان في حل، ان في امل، ان ايوه الشانل بتاعك ممكن ترجع تحقيق دخل عادي جدا، في امل، ولكن انت محتاج انك تتواصل مع حد في اليوتيوب او حد مهم في يوتيوب، ولان اليوتيوب مش بيتفرج عليا للاسف ومحدش هو يتواصل معايا، ف انت محتاج انك توصل لمكانة عالية في يوتيوب. فقال لي في حاجتين، يا اما تروح ايفنت من ايفنتات اليوتيوب وتتواصل مع حد هناك، وغالبا دي مش هتبقى مساعدة كبيرة او ممكن ما يفيدكش قوي، ولكن حاول انك تتواصل مع حد بشكل مباشر من هناك، او انك توصل 100 الف مشترك. بص يا جدعان، احنا كده كده باذن الله هنوصل 100 الف مشترك عاجلا ام اجلا، بغض النظر هنوصل 100 الف مشترك. خلاص احنا تقريبا 60 الف، لسه لنا 40 الف مشترك، سهله باذن الله هنوصل لل 60 لل 40 الف دول على الاقل مثلا، او بشكل يعني كحد اقصى على اخر السنه. ولكن لا، انا مش عايز كده، مش عايز اوصل على اخر السنه، انا عايز اوصل في الفتره القريبه جدا، شهرين ثلاثه اكون ان شاء الله وصلت 100 الف مشترك. طيب ازاي؟ انا في شهور من الفاتت دي قريبه جدا، شهر يناير مثلا وشهر 11 اللي فات، كنت بزيد اكتر من 10000 مشترك في الشهر. في شهور زدت فيها 8000، شهور زدت فيها 10000، شهور زدت فيها 15000 مشترك بدون شراء مشتركين بدون اي حاجه، ولكن الفكره كلها كان تعب وجهد شخصي. ف ايه المشكله لما نعيد الدعم ده تاني ونعيد الجهد الشخصي ده تاني في فيديوهات احسن بكتير بمراحل من اللي فاتت، ونعمل فيديوهات احسن ونقدر نوصل 100 الف مشترك؟ سهله. خلينا نبص كده على حاجه، ايه اللي بيخلي فيديوهات تجيب مشاهدات عاليه؟ اول حاجه الجوده، جوده صوت، جوده صوره، انا عندي الاثنين الحمد لله كله تمام. تاني حاجه جوده كلمات افتتاحيه، عناوين عندي برضو ولكن مش دايما كويسين. جوده صوره مصغره، لا انا صوره مصغره بتاعتي وحشه جدا، ولكن ساعات بتبقى حلوه وبتجيب مشاهدات. فلو انا عدلت من شويه الحاجات البسيطه دي فانا هجيب مشاهدات كتير جدا في الفتره الجايه، وده اللي انا هعمله. طيب انا كده ده دوري، ده الحاجه اللي عليا، ايه الحاجة اللي عليك انت؟ قبل ما اقول لك، ان اول حاجة طبعا هي الدعم، انك تدعمني في كل الفيديوهات الجاية، فيديوهات تعدي ال 1000 لايك بقى، يعني كفاية قوي ان يشوف الفيديو 5000 و4000 و2000 و10000 ويكون الفيديو جايب 500 او 1000 لايك. فليه ليه يا جدعان ليه؟ ما بتعملوش لايك ليه؟ مش فاهم اللايك ده صعب في ايه؟ انتوا يعني ايه مشكلتكم مع اللايك؟ يعني الموضوع سهل جدا، يعني تضغط بس الزرار لايك بس، سهلة جدا يعني. ولكن حقيقي الموضوع ده اجباري الفترة الجاية، يا ريت كل شخص بيشوف الفيديوهات بتاعتي يعمل لايك لفيديوهاتي، الفيديوهات دي يعني ايه المشكله؟ يعني لو شهرت الفيديو يعني ما فيش كسوف، ما فيش اي مشكله، شهر الفيديو ولو مشتركوا في القناه دي عادي جدا، يعني شباب عايزين نوصل 100 الف مشترك يعني عادي. بقى انتوا عارفين طبعا ايه اللي عليكم هو الدعم. تاني حاجه بقى، ودي حاجه حلوه جدا او مفاجاه للناس اللي موجوده معانا، انا هخلي كل الفيديوهات بتاعتي كرييتيف كومنز. يعني ايه اخليها كرييتيف كومنز؟ يعني كل شخص يقدر انه يعمل تشانل باسم مختلف عن مستر بومتك. بليز بليز اعملوا اسم مختلف عن مستر بومتك، عشان ما ينفعش تعمل اسم زي اسمي وتنشر عليه فيديوهاتي اللي انا سامح لك بيها انك تنشرها، فلا اعمل اسم مختلف تماما وانشر عليه فيديوهات زي ما انت عايز. طيب وانا ايه اللي هستفيده يعني لما انشر الفيديوهات دي؟ اول حاجه رمضان ارباحه عاليه جدا، كل سنه طيبين بالمناسبه، ولكن رمضان ارباحه عاليه جدا جدا جدا، زي شهر 12 زي شهر 11 رمضان ارباحه عاليه، فبالتالي تقدر انك تستغل ده في انك تكسب من فيديوهاتي اللي انا بنزلها. فيديو مش انك تستخدم الفيديو، مش انك تستخدم اللي جوه الفيديوهات، لا تستخدم الفيديوهات ذات نفسها تنشرها على يوتيوب، تحقق ارباح منها، تجيب مشتركين منها، تقدر انك توصل 1000 مشترك منها وتبيع التشانل كلها. يعني تاخد الفيديوهات تقطعها، ممكن تكبر لك قناه عندك مثلا تقوم بيعها، ممكن مثلا انك تخلي قناه تحقق الدخل فيديو او فيديوهين من عندي، انك تعمل بس صوره مصوره كويسه وكلمات في الحياه كويسه وعنوان يشد الناس بس، هتجيب كميه مشاهدات مش طبيعيه. وانا قلت ده في اول فيديو انك لازم تاخد بالك من الثلاثه دول، كلمات افتتاحيه، عنوان، صوره مصغره، اهم ثلاث حاجات في اي فيديو بيخلوك تطلع على طول. بس هتكتب بس في اول كومنت وفي الوصف التشانل بتاعتي، هتقول لهم بس التشانل دي التشانل الرسميه للفيديوهات دي، فياريت تشتركوا فيها، التشانل دي بتنشر كذا كذا كذا، او من غير الكلام ده كله بس حط رابط التشانل بتاعتي وقول لهم اشتركوا فيها بس، وحطها برده في اول كومنت وشكرا على كده، مش عايز اكتر من كده. ولكن ارجو اكبر حاجه بس او اكبر غلطه الناس بتعملها في الحركه دي، انك بتاخد الفيديو كامل وتنشره عندك. لا، يوتيوب ما بيحبش المحتوى المكرر. الفيديو بتاعك لو ما خدش سترايك، وغالبا هياخد سترايك، لو ما خدش سترايك مش هيوصل للناس،
غالبا يعني ده هيحصل، مش هيوصل لحد، والفيديو بتاعي هو اللي هيفضل متصدر وهو اللي هيفضل عالي عن الفيديو بتاعك. فلا ما تعملش نفس العنوان، ما تاخدش نفس الفيديو وتحطه، ما تعملش نفس الكلمات المفتاحيه، او يعني الكلمات المفتاحيه مش تفرق قوي، ولكن برضو حاول تغير فيها. اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، اخر حاجه طالبها من الناس اللي عندها 10000 مشترك او اكتر، تعمل فيديو بتتكلم عن قناه مستر بونتيك، بتتكلم عن الشانل، فيديو عادي جدا بيتكلم فيه عن الشانل. وانا ان شاء الله اول ما اوصل ل 100000 مشترك، أو اول ما اوصل للتارجت بتاعي ك 100000 مشترك مثلا، او ان اعدي المشكله اللي عندي، حد من يوتيوب يكلمني في اول بس ما عدي الازمه دي، هعمل دعم لكل شخص دعمني في الفتره دي. ودعم بمعنى دعم، عشان ما تقولش ان انا بفتي، مش هسيبك غير لما القناه بتاعتك تبقى كويسه جدا، وهساعدك في كل حاجه فيها وهعلمك كل حاجه فيها. يعني عشان انت راجل محترم ودعمتني وانا محتاج الدعم حاليا، انا مش هسيبك لما تحتاجني. بس بدون اي كلام كتير، بدون اي تطويل، انتوا عارفين الواحد بس مجرد ان هو زهق من الموضوع بتاع ادسنس، انا ما عادش في دماغي نهائيا الموضوع ده، كل همي دلوقتي انتوا والتشانل دي، وان هي لازم ترجع تحقق الدخل مره تانية، بغض النظر عن ادسنس او مش ادسنس، انا عايز التشانل بس ترجع تحقق الدخل، التشانل ترجع لوضعها الطبيعي. عايز اخد دلع 100000، يعني عايز اخد الدلع عشان دي كان حلم من احلامي في فتره ما ولسه موجود طبعا، فانا عايز الحلم ده يتحقق ولازم اخد الدلع ده. فانتوا ساعدوني على ان انا احقق الحلم ده، واكيد ان شاء الله احققه، اذا كان حتى في الشهرين او الثلاثه اللي جايين دول، او حتى على اخر السنه ان شاء الله يتحقق، وان شاء الله اكلم اليوتيوب، وان شاء الله هيرجع لي تحقيق الدخل مره ثانيه. هشترك في بارتنر او اشترك في ادسنس ثاني، هنشوف وقتها، ولكن باذن الله انا واثق فيكم وواثق في ربنا ان هو اكيد عين لي حاجه احسن، اكيد دايما زي ما بيعين لي دايما الاحسن، اكيد الاحسن هو اللي جاي. وبس يعني يعتبر الفيديو ده انا بس بتكلم فيه وخلاص، يعني اللي هيعمل ان شاء الله كده يبعت لي بس ينزل فيديو عن مستر بومزيك 10000 مشترك او اكتر، او حتى يقرب من 10000 مشترك، يبعت لي الفيديو ده على الفيسبوك، على صفحه الفيسبوك هتلاقيها في الوصف، او على اي حته، ولكن فيسبوك احسن، صفحه الفيسبوك احسن، او انستغرام هتلاقيه في الوصف برده. وبس قول لي ان انت، او قول لي اسم القناه بتاعتك، وانا ان شاء الله، او رابط القناه بتاعتك، وانا هساعدك في كل حاجه اول بس معدي الازمه دي. بس كده يا شباب انتظروني، انا جاي الفتره الجايه هيبقى في فيديوهات رهيبه باذن الله، وبدايه من النهارده في فيديو ان شاء الله هيبقى حلو جدا. وبس كده، شكرا جدا لكم على مشاهده الفيديو الاخر. اتمنى الناس اللي هتعمل كده فعلا تعمل بغرض ان هي تساعدني انا شخصيا، مش بغرض اي حاجه، مش بغرض حتى ان انا بنزل فيديوهات تفيدك، لا بغض النظر انا عايز الناس تساعدني، لان انا فعلا اتظلمت الفتره اللي فاتت، فبجد انا محتاج المساعده دي. بس كده، سلام.